مفردة الإخبارية السورية في حلب في منطقة العزيزية تحديدا ليمونة صالح. ليمونة، آخر التطورات لديك، تفضلي. نعم رنا، يعني بعد خروج المواطنين والأهالي من منطقة العزيزية تابعنا الأعمال المستجدة، ولكن الآن استجد شيء على الميدان كما تلاحظون في عمق كاميرا الإخبارية السورية. الآن تدور معارك في عمق الشيخ السعيد بالقرب من الكلاسة، أي بالأحياء الشرقية من أي بالجزء الشرقي من الأحياء الشرقية من مدينة حلب. عمليا هذه المناطق التي هي تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية الكلاسة والفردوس وصولا إلى أطراف الصالحين، بالعمق بعمق كاميرا الإخبارية السورية تبدو للناظر بأنها هي قريبة من قلعة حلب، ولكن تفصلها أكثر من 1000 متر عن قلعة حلب. الآن بعد حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بعد الواحدة بدأت من جديد الأعمال القتالية ما بين رجال الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية كما تشاهدون في عدسة كاميرا الإخبارية السورية. المعارك القتالية تدور من كل حب وصوب في ما يخص الشيخ السعيد. لو سمحت سيف على يمينك، هناك في العمق تلاحظون الضربات التي توجه إلى التنظيمات الإرهابية من قبل رجال الجيش العربي السوري. إذن هذه النقطة تحديدا، قبل أن أتمم كلامي أرجو من الزملاء من التواصل معي من جديد كي يتثنى لي أن أسمع صوتك من جديد رنا. إذن أتابع مشاهدي الإخبارية السورية في العمق الذي نرى مكان الدخان والسحاب الذي موجود في عمق الكاميرا. هنا أطراف الشيخ سعيد الملاصقة للفردوس وحي الكلاسة، هذا الجزء الذي هو 15% الذي هو مع المجموعات الإرهابية المسلحة، يتم الآن كعملية تطهير، عملية دقيقة للجيش العربي السوري بعد خروج المدنيين. كان خروج المدنيين من تلك المنطقة. إذن تلاحظون الآن على الهواء مباشرة العمليات القتالية التي تتم في هذه المنطقة. الجيش العربي السوري هو مصمم على أخذ هذه المنطقة بالكامل. هناك من يعني سوى وضعه، هناك من الأهالي من خرجوا بعد أن هربت التنظيمات الإرهابية من أطراف الشيخ سعيد وسمحوا بالنهاية إرادة لدى الشعب الحلبي. خرج الأهالي بعد أن سقط عدد كبير من المجموعات الإرهابية المسلحة تحت نيران الجيش العربي السوري، والآن تدور معارك طاحنة في عمق الشيخ سعيد مع الأجزاء المتبقية من الشيخ سعيد وصولا إلى الفردوس وأطراف الصالحين. هذه المنطقة التي نتحدث عليها مشاهدينا عندما تحدثنا عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب، هناك كان أطباق بعد أن أخذ الجيش العربي السوري المناطق الغربية من الأحياء الشرقية. ذكرنا بالأمس أن هناك عملية أيضا للجيش العربي السوري يحاول من اتجاه القريب من الريف الحلبي، أي من منطقة الشيخ سعيد، أطباق الطوق وصولا إلى القلعة. يعني كانت هناك أخذ للقاطرجي والأحياء الكروم التي رصدنا، أيضا الشعار التي رصدنا لكم كيف تم السيطرة عليها وأيضا كيف طهرت من قبل رجال الجيش العربي السوري. الطوق من القاطرجي إلى حلب قد أكمل منذ يومين، ولكن الآن الطوق من الشيخ سعيد وصولا إلى الفردوس والصالحين، تكون المنطقة الجنوبية فيما يخص الأحياء الشرقية هي متممة وكاملة، ليصبح محيط قلعة حلب بالكامل هو تحت سيطرة الجيش العربي السوري. إذن نحن ننتظر الأخبار التي تردنا تباعا. نشاهد بكاميرا الإخبارية السورية الأعمال القتالية التي هي
دائرة ما بين الجيش العربي السوري والتنظيمات الإرهابية في العمق. نرى قلعة حلب الصامدة كشموخ أهلها، أهل حلب وشموخ رجال الجيش العربي السوري. إذن يوجد مسافة ما بين قلعة حلب ومنطقة الشيخ سعيد في الأجزاء المنتهية من الشيخ سعيد. هناك أعمال قتالية تدور وضربات أيضا. يوجد في العمق هذا البناء العالي هو القصر البلدي، نحن نظنه أنه قريبا جدا، ولكن القصر البلدي يعني هناك عمال به متواجدون، وأيضا هي يعني متمثلة بمحافظة حلب، ولكن بعمق الشاشة يبدو للناظر بأن القصر البلدي الذي هو عبارة عن بناء عالي جدا يظنه المشاهد أنه قريب من الشيخ سعيد والأعمال القتالية، ولكن هو يوجد مسافة في هذا العمق ما بين القصر البلدي والعمل القتالية، أي ما بين الشيخ سعيد وبين العمق الحلبي فيما يخص مدينة حلب. إذن أعود وأذكر أن هذه الأعمال القتالية التي نرصدها مباشرة على هواء الإخبارية السورية تدور في عمق الشيخ سعيد وصولا إلى حي الكلاسة. يجب على الجيش العربي السوري ربما القرار اتخذ أن يكون بعد الشيخ سعيد منطقة الكلاسة، بهذا يكون أكمل الطوق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية فيما يخص الأحياء الشرقية لمدينة حلب. إذن نحن ننتظر كل جديد من رجال الجيش العربي السوري فيما يخص هذه التغطية الميدانية على هواء الإخبارية السورية. أعتذر من كل مشاهدينا، وأيضا رنا أنا لا أسمعكم، ولكن في حال ورود أي جديد نحن معكم على الهواء مباشرة، نتحول من مكان إلى مكان لنأخذ الصورة التي يتسنى لنا أخذها من خلال الأعمال الميدانية. إذن نعود ونشاهد بعدسة الإخبارية السورية هذا العمق والأعمال القتالية التي تدور حاليا في الطرف الغربي من الشيخ سعيد الملاصق للفردوس وحي الكلاسة. شكرا جزيلا ليمونة صالح مفدة الإخبارية السورية، كنت معنا من منطقة العزيزية في حلب. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.